كده انت عملت ايه؟ انت سامع الاصوات دي عادي؟ النهارده الجو حر جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم، معاكم مصطفى مكرم. والنهارده انا متحمس جدا للمنتج الموجود معايا لانه من العملاق الصيني دي جي اي. النهارده هنتكلم عن دي جي اي رونين اس. فيلا بينا ما نتاخرش ونشوف هنعمل ايه. اول ما بتفتح المنتج بيكون في الكيس اللطيفه دي، في جوه شويه كتالوجات، شويه كتالوجات موجوده في العلبه من تحت، مش عايزين كتالوجات. دي الكيس بتاعت رونين اس. الناس اللي عندها طيارات فانتوم 4 هيجي بنفس الكيس او نفس الماتيريال بتاعت الكيس دي. كيس بصراحه يعني هارد كفر، تقدر تعتمد عليه انه يحافظ لك على المنتج او البرودكت اللي بنتكلم عنه. تعالوا نفتح بقى ونشوف ايه اللي موجود جوه الكيس. بيفتح معايا الرونين، ده شكل الرونين من جوه. بتيجي معايا اكتر من حاجه، اول حاجه ده الشاحن بتاعه. تيجي شنطه صغيره، الشنطه دي فيها مجموعه من الكابلات والحاجات اللي بتقع. في مجموعه من الكابلات عشان تشحن الرونين، طبعا بيتشحن بتايب سي، ومجموعه من الالانكهات وشويه مسامير وقاعده بليتا للرونين برضو، تقدر تثبت عليها الكاميرا لو كاميرا صغيره. تعال نرجعها تاني. وجاي مجموعة من الكابلات، الكابلات دي علشان تقدر انك توصل الرونين اس بالكاميرا بشكل سلكي مع كاميرات النيكون وكاميرات السوني. انما كاميرات الكانون للأسف هم معتمدين على الانفراريد، بس في اغلب الاحيان ما بتشتغلش، او نتمنى ان هم يطوروا الموضوع ده. نرجع الكابلات تاني. يبقى دي اول حاجة بتيجي معايا اللي هي الشنطة الصغيرة دي. وبنلاقي هنا الباليت، طبعا الباليت دي متوافقه مع الترايبود المانفروتو علشان تقدر انك لو انت بتصور بالدي جي اي رونين تقدر تفكها بسرعه وتحطها في الترايبود المانفروتو. نخليها بره. نيجي هنا للجزء بتاع البطاريه اللي هو ده. دي البطاريه بتاعت الرونين، تقدر تضغط على الزرار ده تقدر تشوف الشحن بتاعك او شحن البطاريه كام شرطه. البطاريه بتقعد مع الاستخدام تقريبا 12 ساعه متواصل، انما لو انت يعني بتستخدمه وبتفصل ممكن يقعد معاك اكتر. وفي من تحت هنا من البطاريه بيديك مكان انك تربطه في ترايبود تقدر تثبته. طبعا بيجي معاه هنا ترايبود صغير ثلاثي بالشكل ده، تقدر انك تثبته هنا علشان تقدر انك توقفه، او لو انت بتصور تايم لابس موشن لابس تقدر انك تثبت الدي جي اي في اي مكان. تعالوا نركبها، بتكون بالشكل ده. وكمان بتقدر انك تمسكها، يعني لو انت بتصور بيديك ملكة او تقدر تتحكم احسن في انك تشيل الرونين. طبعا انت بتتكلم في حاجة شايلها على ايدك، يعني بتتكلم في حوالي ده كيلو وشوية، والكاميرا بتعمل لها حوالي 3 وشوية كيلو، مع لو انت حطيت مايك، مع لو انت حطيت حاجة، يعني بتتكلم في حوالي 5-6 كيلو تفضل شايلهم وماشي بيهم. نيجي بقى للجزء المهم وهو القلب بتاع الموضوع ده كله، او نقدر نقول المخ. دي العضلات ودي المخ اللي هو الاستبلايزر نفسه. ده الاستبلايزر بتاع الرونين، طبعا بيركب في البطارية، يعني ما ينفعش يشتغل من غيرها، لازم تركبه كده. طبعا في زرار لوك هنا، بعد ما بتركب بتقفل لوك بالشكل ده علشان تقفل على البطارية ما تطلعش منك. في ايه تاني موجود في الكيس؟ في شوية حاجات كده مش هنحتاجها دلوقتي. ايه ده؟ اللبان ده ولا ايه؟ بس مفيش اي حاجة تانية. تعالوا بقى نقفل الكلام ده دلوقتي ونيجي للحلو الجميل ده.
عندي طبعا ال 3 اكسس بتوعي 1 2 3، دول المواتير اللي بتعمل ثبات للكاميرا عندي مع الحركة. عندي هنا الفوكس، طبعا لما بتوصل بالكابل مع الكاميرات اللي بتدعم تقدر انك توصل الكابل هنا في المكان ده وبتوصله في الكاميرا عندك. انا النهاردة ان شاء الله هشغل عليه سوني A7S Mark II، تعالوا نركبها ونشوف هنعمل بيها ايه. طب دلوقتي انا ركبت بقى البليت في الكاميرا اللي عندي، الكاميرات اللي بيدعمها الرونين اس هتلاقوها موجودة في اللينك تحت الفيديو. فاول حاجة زي ما تعودنا مع اي منع اهتزاز انك بتبدأ تعمل توازن للكاميرا على الرونين. ليه؟ علشان انا لو شغلت على طول ده هيتعب عندي المواتير الموجودة، فانا بحاول اساعده علشان يديني افضل اداء. فببدأ ان انا اركب بالشكل ده، في زرار بضغط عليه. بعد ما بركب الكاميرا بقفل اللوك بتاعي الموجود هنا بالشكل ده علشان يثبت لي الكاميرا عشان لا قدر الله ما تقعش. ببدأ بقى ان انا اظبط التوازن بتاع الرونين عندي. طبعا الدنيا بايظه، هو مديك حاجة زي المسطرة كده بتقدر بعد كده انك تعرف الكاميرا بتاعتك بتتوزن على ايه الارقام اللي بتقدر توزن عليها بحيث يبقى الموضوع بشكل اسرع. دلوقتي ببدأ ان انا افك المسامير دي وابدأ ان انا اظبط الكاميرا بتاعتي. مثلا ابدأ اظبط كده، ممكن افك هنا من الجزء ده. هي الفكرة انك بتحاول تبقى الكاميرا مظبوطة بالشكل ده. جميل قوي بالشكل ده. طبعا هي كده بتلف، تبدأ انك ترجعها لورا شوية. تمام، تبدأ انك تربط المسامير ده. يعني بصراحة لحد دلوقتي هو ده احسن، يعني اسرع وزنية ظبطت معايا في موانع الاهتزاز كلها. طبعا احنا شرحنا الرونين MX والرونين 500، الMG ستبلايزر، وشرحنا حاجة كتير قوي تقدروا تشوفوها كلها موجودة على القناة في البلاي ليست الخاصة بالمراجعات. دلوقتي الى حد ما الدنيا مظبوطة معايا، ببدأ ان انا اشغل الرونين. بشغله ازاي؟ بضغط على زرار باور ده ضغطة طويلة لحد ما يديك الصوت ده، بعد كده هو بيبدأ يظبط نفسه كده. الرونين اشتغل معايا. بنروح بقى على الموبايل ابليكيشن، بتنزل ابليكيشن خاص بالرونين اس بعيد عن الابليكيشن بتاع الدي جي اي اسمه رونين. بتدخل فيه الاكونت بتاعك، اليوزر نيم والباسورد. اول حاجة بعد ما بتخش على الابليكيشن بتبدأ انك تعمل كونكت بينك وبين الرونين. الباسورد بيكون 1 2 3 4 5 6 7 8 كرياتيف. بيظهر معاك الرونين بالشكل ده، تبدأ انك تدخل الباسورد 1 2 3 4 5 6 7 8، تقول له موافق او دن. تبدأ انك تخش على الموتور وتقول له اوتو تونينج. اوكي كده انت عملت ايه؟ انت سامع الاصوات دي؟ عادي ده بيتحول. كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا ظبطنا الوزنية بتاعتنا، بس اكيد مش بتبقى مظبوطة قوي، فبتخلي الرونين هو يبدأ بقى يظبط مواتيره. مثلا ايه، لقى من الموتور ده عايز يزيد شوية في القوة بتاعته علشان يبدأ ان هو يظبط معاك في الحركة، بيبدأ ان هو يظبط المواتير بتاعته. طبعا تقدر تعمل كل ده مانوال عن طريق الابليكيشن، بس عن طريق بقى التجربة بتقعد انك تجرب تشوف مثلا عايز تزود قوة الموتور ده تزود قوة الموتور ده وبتبدأ انك تشتغل. نروح بقى للرونين، خلي الابليكيشن على جنب دلوقتي. بلاقي عندي في الرونين في 1 2 3، دول عبارة عن ايه؟ دول عبارة عن مود، بتقدر انك تسجل مود معين او تحفظ اكشن معين عليها علشان تنفذه بعد كده. بتروح على الابليكيشن تاني وبنروح على الكنترول سيتنج، بتضغط عليه بتلاقي فيه موشن وفيه تشانل. بنروح على التشانل، عندي تشانل 1 تشانل 2 تشانل 3. هنا التشانل 1 والتشانل 2 بلاقيها ان اي، والتشانل 3 بتلاقيها او في الاغلب بيعملوها رول، او دي حاجة بتميز الدي جي اي رونين اس هنتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله. بعد ما بتعمل التعديل من هنا بتضغط على زر التريجر الموجود هنا 4 ضغطات متساوية 1 2 3 4،
علشان يحفظ الاكشن اللي انت عملته او التعديل اللي انت عملته. طبعا عندي بقى هنا في الرولين عندي طبعا في الزر الفوكس طبعا مش شغال معايا. عندي الجويستيك بقدر من خلالها ان انا الف الرولين بالشكل ده فوق وتحت بالشكل ده. ثلاث ضغطات 1 2 3. الناس اللي عندها دي جي اي اوزمو اكيد عارفين كل الاكشن اللي بنعملها عن طريق التريجر. ثلاث ضغطات بتبقى انك بتحوله لوضع السيلفي، ضغطتين بيرجع تاني لوضعه. تعال بقى هنا، هو ده ببساطة الرونين اس. طبعا اللي يميز الرونين اس عن الرونينات التانية اللي احنا اتكلمنا عنها ان ده حجمه صغير تقدر تشيله معاك في اي مكان، على عكس الرونين ام، الرونين ام اكس، الرونين 500 طبعا حجمهم كبير جدا وبتوع الشغل الادفانس قوي، يعني بتوع شغل الناس المتخصصين في السينما الكلام ده. انما احنا كمستوانا الحالي يعني اعتقد ان ده يوفي بالغرض وكفاية. سعره في المملكة العربية السعودية حوالي 2700 ريال سعودي، سعره بالدولار حوالي 690 دولار في الحدود دي. يلا بينا بقى نطلع نجرب الرونين اس برا ونشوف النتائج هتطلع عاملة ازاي. ادي الرونين اس، ان شاء الله نطلع بمشاهد كويسة النهاردة وانا متحمس جدا لتجربة الرونين اس بشكل غير طبيعي. فيلا بينا على طول نبدأ. قلنا من اهم الازرار اللي موجودة زر التريجر لانك بتحكم بيه في حاجات كتير قوي. ثلاث ضغطات بيلف معاك وضع السيلفي لو انت عايز تصور سيلفي، ضغطتين بيرجع لكما كان في اي وضع انت عايزه. قلنا ان الرونين اس بيصور باربع مودات، بنصور بالسبورت مود او اللور مود او اللوك مود او ال 360. فالنهارده تعالوا نشوف ازاي بقدر افعل كل ده. اول حاجه اللوك مود، علشان تقدر تصور باللوك مود تفضل ضاغط على زر التريجر بتلاقي الكاميرا ثابته معاك مهما حركت تبقى ثابته على المشهد اللي انت عايزه. اللور مود كل الفكره انك بتقلب الكاميرا، بفضل ضاغط على زر التريجر وببدا انزل بالكاميرا بالشكل ده وكده ببدا ان انا اصور لور مود او ببدا ان انا اتحرك بالشكل ده للكاميرا. عايز ارجع تاني بطلع بالشكل ده دبل كليك بترجع تاني الكاميرا لمكانها. علشان افعل ال 360 بشوف انا مسجل فين على التشانل الرول زي ما اتكلمنا عنها في اول الفيديو. بعد كده بضغط على زر اللوك بنزل بالشكل ده، بعد كده ببدا ان انا الف بشكل 360 بتطلع معايا مشاهد تحفه. ان شاء الله النهارده هوريكم النتائج اللي هنصورها بالرونين اس. واخر حاجه عندي اللي هي السبورت مود. النهارده الجو حر جدا بفضل ضاغط على حرف الام لحد ما الشانل 1 بيبقى لونها اصفر بتلاقي الكاميرا بقى تفاعلها سريع معاك او الرونين اس بقى تفاعله سريع معاك بحيث لو انت بتصور حاجه رياضيه بشكل سريع. يلا بينا بقى ناخد كام شوت كده. لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ومراجعة الرونين اس. طبعا الدنيا ظلمت علينا خلاص. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.